هذا بيت عبد صالح بيوقع من هاي واكب الدحان. لم يعيش عبد صالح المنتصر كي يرى ما حل بمنزله بعد مقتله، ولن يتمكن من رؤية الهلع في وجوه أطفاله وهم ينظرون إلى ما كان بيتهم لسنوات طوال وقد أصبح كومة من التراب. هذا الجهة المسموح الجهة الثانية. صباح الثلاثاء كانت أطقم تابعة لميليشيا الحوثي تحيط منازل قرية العريش التابعة لمديرية السبرة بالمتفجرات. هذه شهادة عبد صالح أقصف أول. تقول رواية الأهالي إن المنتصر دافع عن القرية قبل الدخول إليها وحاول ببندقيته والقليل من الذخيرة منع تقدم العربات العسكرية. تقول رواية أخرى إنه وبينما كان الرجل نائما أطلقت الرصاص عليه واستيقظت القرية على صراخ أطفاله وهم يهربون. 30 أسرة تركت القرية فورا دون أن تأخذ أي شيء معها وتوزعت في المناطق المحيطة، ولم يأخذ الناجون معهم غير حكاية الدمار الذي حل بقريتهم البعيدة بنحو 30 كيلومترا عن مدينة إب، وهي واحدة من القرى التي أعلنت معارضتها منذ وقت مبكر. شاء تفجير القرية بعد أسبوع واحد فقط من تفجيرات استهدفت منازل قرية تابعة لمدينة دمت. بهذه التفجيرات تؤكد الميليشيا أنها غير قادرة على ترك سلوك حرمان الخصوم من منازلهم ومن حريتهم ومن حياتهم مقابل دخولهم في الطاعة العمياء لهم.